حضرتك النهارده عن التضخم والتضخم والاسعار؟ احنا النهارده بنعلن يوم 10 دايما من كل شهر بيانات التضخم. النهارده التضخم الشهري 4.3 والتضخم السنوي 29.6 رقم مرتفع عن الشهر اللي فات كان 24.3 وده معظمه طالع من قسم الطعام والشراب لان معظم في سلع كتيره زي اللحوم والدواجن زي البيض ومنتجات الالبان زي زبادي زي منتجات الالبان من زبادي يعني والخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعات خلال الشهر اللي فاتت اللي عبرت عنها الأرقام اللي احنا قلناها الصبح والبيان الصحفي اللي احنا طلعناه ارجعيله من فضلك فيه كل التفاصيل.